لمدة 4 أيام ب4 صفحات تمكنت من أن تلقن العدو دروس قاسية لن ينساها مطلقا. سحقت العدو في جبال حمرين ومستمرة في ضرب العدو أينما يكون، وحسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس الأركان والسيد نائب قائد العمليات المشتركة، وعلى ضوء المعلومات الاستخبارية ضربنا العدو في أماكن عديدة ودمرنا كل ما يملكه وما بناه في منطقة حمرين، وكان آخرها قتل 3 من الدواعش، وتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم ومن 2 من قادة الدواعش.